يعني تداول المعلومات او على النحو الاشار ليه دكتور شريف، هل ممكن يعني اللي بيستهدف الاختراق ده بيكون هاكرز داخل الدولة، ولا ممكن بعض الدول بتسعى لاختراق قاعدة البيانات الموجودة عند بعض الدول؟ طب خلينا نقول في الاول ان تداول المعلومات ده موجود في مصر وموجود في العالم كله بس بشكل عشوائي. في مصر بشكل عشوائي؟ في مصر يعني العالم كله سبقنا بخطوات كتيره جدا، احنا المفروض نعدي الفجوه دي عشان نقف نجاوب على اسئله كتيره جدا الناس مش متخيله. وانا مدى علمي انه في مشروع قانون لحريه تداول المعلومات بالظبط كده، ده لسه يعني نقول في اليومين الجايين هيبقى قاب قوسين ادنى نبتدي نطرحه، لكن انا عايز اقول ان تداول المعلومات ده موجود. يمكن دكتور اشار لي ان احنا كنا بنتداوله بشكل بسيط. النهارده عشان تاخد قرار لازم تكون عندك معلومه مؤكده صحيحه وتقدر تعتمد عليها. النهارده اي وزير حتى رئيس الجمهوريه عشان يعتمد على بيانات موجوده بياخد منه مجهود كتير، جزء منها صحيح وجزء منها اجتهادي، بنجتهد بنحط تباديل وتوافيق على مجموعه من البيانات، في حين ان المعلومه اوريدي موجوده. انت عشان تعملها بشكل كويس لازم تعملها بيسموها فورمات، يعني ليها شكل انت تقدر تستفاد بيه. العالم كله اتجه ان كل الناس تقدر تستفاد بالمعلومه، كل الناس ابتداء من المواطن العادي لغايه الهيئات والوزارات، كل فيما ليفل اللي يقدر يسمح له يطلع على المعلومه. وجدوا ان الاطلاع على المعلومه في حد ذاتها ده شيء ممكن يبقى كويس وشيء يبقى وحش. انا من حقي اطلع على المعلومه بتاعت حضرتك ولا مش من حقي؟ ده سؤال مهم قوي. في جهات يحق لها الاطلاع، لكن في اشخاص لا يحق لها الاطلاع حتى على معلومات بتاعت اخرين. اللي انا عايز اوصله من الكلام ان موضوع التداول ده شيء قديم جدا، يعني بقاله فترات، بس احنا عايزين ننظمه بشكل يحمي حاجتين، يحمي التداول اللي هو يبقى فيه معلومات فعلا قابله للتداول بشكل كويس، لكن في نفس الوقت كمان تحمي الخصوصيه.